عشان نحافظ على البشرة في سن متقدم وخاصة قبل سن التقاعد اللي هو موضوع حلقتنا اليوم، يطلب منا عناية خاصة عشان البشرة بتفقد مرونتها وترطيبها الطبيعي مع التقدم في العمر، ممكن كمان هتأثر على مظهرها وتسبب التجاعيد. صحيح. خليل لو ما تعرف هذه المعلومات. لا إن شاء الله حنعرف اليوم، حنستفيد بشكل أكبر. عشان كذا للحديث عن أفضل طرق حماية بشرتنا والحفاظ على نظارتها وشبابها حتى ندخل مرحلة التقاعد بأفضل نتيجة متوقعة، معانا اليوم في الاستوديو صديقتنا الدائمة الدكتورة إيمان صديق، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل. يا أهلا وسهلا فيك ونورتينا. المنقذ دكتورة إيمان. صباح الخير دكتورة إيمان، احنا نرحب فيك أكيد معنا. واليوم حنبتدي بالسؤال عن إيش يفرق العناية بالبشرة في العشرينات في الثلاثينات وفي الخمسينات وفي الستينات. كويس أوي السؤال ده. طيب خلينا الأول نعرف أنه من عمر 25 بنبدأ نفقد سنوياً 1% من الكولاجين. الكولاجين ده هو المادة الأساسية الداعمة للجلد للجسم كله، فبالتالي من سن 25 26 الموضوع بيزيد، 27 لحد ما نوصل الثلاثينات الفقد بيكون أسرع وأقوى. فبالتالي دايماً إحنا بننصح، يعني موضوعنا النهاردة بصراحة أنا عجبني جداً الاسم اللي هو استعداد للتقاعد في كل حاجة، صحياً ونفسياً وكمان للبشرة. فدايماً بنقول للبنات الصغيرين وللسيدات اللي في منتصف العمر، ابدأوا من عمر 25 26 اهتموا بالأشياء البسيطة. أنا مش بقول إن إحنا نعمل جلسات ونكلف نفسنا، نهتم بالعناية اليومية، يكون عندنا غسول مناسب مرطب، بعض أنواع المقشرات اللي تكون مناسبة للبشرة. أكيد جزء مهم العناية الصحية والجسدية، الأكل. أكلك، نومك، الفيتامينز، الحديد، دال. إحنا أغلبنا في الدول العربية عندنا دال نازل جدا، فبالتالي ده بيأثر كتير على البشرة. صحيح. فأنا بشوف يعني البنات من سن 25 ل 35 مرحلة ذهبية تحافظي على نفسك للأربعينات. صار في وعي أكثر يمكن دكتورة. كتير بنات كتير اختلفت. زمان كانت المشاكل غير دلوقتي، لو سألتيني من 10 سنين اللي بيجوا العيادة مشاكلهم مختلفة تماماً عن دلوقتي. طيب دكتورة، يعني موضوع أنه الكولاجين لما نفقد يعني كل سنة من عمر 25 نقدر يعني نعوض بشكل كل سنة في سنة نعوض هذا الكولاجين؟ أكيد أكيد. بداية من التغذية السليمة رقم واحد، شرب المية، الأشياء البسيطة، الابتعاد عن الشمس، الأشياء الحارة اللي متعرض ليها، الناس اللي في سبا أو في ساونا أو كل الكلام ده، ده بيساعد على تكسير الكولاجين بشكل كبير. مش كويس التعرض للحرارة والشمس والحاجات دي كلها طبعا بتكسر بشكل حتى لو بطيء، بس لما بتعمليه كذا مرة ده بيدي تأثير قوي على البشرة. والعوامل النفسية أكيد. طبعا طبعا أكيد. هذا الكلام بس بسؤال للبنات وللحتى للرجال. طبعا أكيد. يعني إحنا ما نكبر؟ لا لا بالعكس. لا بس أنتوا إيش ممكن تفتكري مين اللي بيكبر بدري، الرجل ولا الست؟ ست صح؟ الست. لأنه دائما لو ست عمرها 60 وراها حمل، وراها يعني تفاصيل صح. كثيرة، هرمونات تتغير. هذا حزن ولا شماتة؟ لا لا بالعكس أنا تعاطف. شوف دائما مثلا لو رجال عمره 60 وواحدة عمرها 60 تحسي هو في عز الشباب وهي تحسيها كبرت صح؟ سماكة جلد الرجل، الهرمونات طبعا، التغيرات اللي بنمر بيها السيدات على مراحل كتير قوي. حياتهم بسيطة يا دكتورة. حياتهم فعلا بسيطة دي حقيقة. طب كيف ممكن، أو هل هي حقيقة أنه ممكن إحنا نأجل ظهور التجاعيد المبكرة؟ تمام، احنا خلاص وصلنا ان احنا اهتمينا في البيت وعملنا العنايه بتاعتنا، نيجي بقى للشق اللي يخصني انا في الكلينيك اللي هو ازاي تحافظي على بشرتك ان ما يطلعلكيش تجاعيد كتير. ودي دلوقتي بقت عايزه اقول ايه الترند بتاعنا في مجال العلاجات الجلديه والتجميل، هي اشياء اسمها محفزات الكولاجين. دي تحتها مظله كبيره قوي من مواد كتيره قوي دلوقتي، مش هنقول ماده او اتنين، لا مواد كتيره قوي بنصح بيها كل سيده ورجل، وحتى نقدر نبدا من عمر بدري. اللي بيفرق بس في الاعمار ان انت لو في العشرينات هتاخد جرعه اقل، لو في الثلاثينات اكبر، لو في الاربعينات اكتر واكتر وهكذا. الاشياء دي بتحفز كتير الكولاجين، فبالتالي بتحافظ على عارفه اللي هو جوده الجلد بتاعك، يعني تلاقي جلدك كده سليم صحي ما بينزلش بسهوله، بتلعب رياضه، بتخس، كل ده جلدك. طيب دكتور قبل لا تشرحين هذا، كيف تعرفين انه هذا الشخص يفتقد عدد كبير ويحتاج كميه اكبر؟ طيب هو طبعا احنا بناخد هيستوري من السيده اللي بتجي لنا كويس قوي، العمر بيفرق معانا. دلوقتي بنسال كتير قوي على موضوع ابر التخسيس، لانه بقت ناس كتير قوي بتاخد وما بتقولش، وناس كتير احنا مضطرين لازم نعرف، لانه ده بيغير كتير الفكره بتاعتنا في العلاج. فشكل الاول شكل الوجه، كم الدهون المفقود في الوجه بيفرق كتير قوي. في ناس اول ما بتدخل عندي العياده خلاص، انا والله من اول ما بتدخل عندي وتقعد
انا عرفت حامل ايه قبل ما تتكلم. انا عارفه انا اشهد والله مش دكتوره بتعرف على طول سبحان الله بالخبره ودكتوره ما شاء الله يعني من ادرى من افظع الدكاتره في ده المجال. يعني انت واسع الفكره كمان دكتوره عشان خليني يمكن مش عارف بعض هذه الاشياء ترى ما انا عارفها. لا كويس الدكتور معلومه ثانيه انه هذه الاشياء ما بتبان. يعني انت لا تفكر انه لو الواحد حقا انه اتنفخ وجهه وصار شكله غلط. يعني بالضبط دلوقتي بالنسبه لنا في مجالنا انت بتحقن الاشياء اللي زي ما قلنا تحسن من طبيعه جلدك للافضل، بتقاوم بيها السهر، بتقاوم بيها الناس اللي بتدخن، الناس اللي اكلها سيء، الجلد حرام بيت يعني بيروح منه اشياء كثير جدا كويسه. دكتوره انت دائما معانا وننسى الموضوع الرئيسي، خلينا ندخل في عشان ما ايش الانواع اللي معانا. ايوه طيب احنا عندنا اشياء حنقول مثلا الاسم العلمي للشيء، عندنا البولي لاكتيك اسيد وانا بحبه كثير جدا، منه شركات كثير ودلوقتي بقى مش بس وحده، احيانا بيتخلط معاه الهيلورونيك اسيد، احيانا معاه بيبتايدز اشياء ثانيه. لسه كنا بنتكلم على البي دي ار ان اللي هي حمض الدي ان اي الخاص بالسلمون. ده دلوقتي هو اللي انا بشوفه، انا شخصيا بحبه كتير وبحب كتير استعماله لجميع الاعمار، وبحب ادمجه مع زي ما قلنا السكين بوستر من شويه من الحاجات الحلوه قوي، وللرجال وللسيدات على حد سواء. الفيلر اكيد ليه دور بس دوره هنا اقل، هقول اقل لبعض الناس واكتر لناس ثانيه. بس ايش دوره دكتوره قصدك؟ ريفل، ان احنا بنعيد تعبئه الوجه، الناس اللي بتخس جامد، الناس اللي بيبقى عندهم منطقه لاينز، الخدود نازله، منطقه خط الابتسامه، منطقه الاصداغ، هو تعبئه. هل الاعتماد عليه هيكون على طول؟ لا، انا مش من مدرسه الاعتماد على الفيلر على طول. مره في السنه مثلا، مره مرتين بكثير قوي كفايه قوي قوي. طيب هذه بالنسبه للحقن. بالنسبه للكريمات، الكريمات طبعا انت لما بتعمل جلسه او حضرتك لما بتعمل جلسه في العياده، ودايما بقول لسوها كده، لازم يكون في عنايه في البيت. حلو. لازم يكون في اشياء تحافظ على اللي انا بعمله. ما هو مش كل واحده هتقدر تجي لي كل شهر او كل شهرين، في ناس كل ست شهور حسب ظروفها. فانت بالتالي لازم يكون عندك اشياء من ترطيب، من غسول مناسب، من واقي شمس. واقي الشمس خلينا نركز شويه عليه، في ناس كتير قوي بتلخبط، تروح الصيدليه وتجيب اي نوع، تمام؟ أيوة. فبالتالي ده احيانا بيخلي البشره تبوظ. يعني انت بتستعمل بشرتك جافه وتستعمل شيء ينشف اكتر، او دهنيه وتستعمل شيء دهني اكتر. فبالتالي واقي الشمس اختياره مع الطبيب مهم جدا. في حاجه اسمها الريتينول، واحنا سبق اتكلمنا عنها وهفضل اتكلم عنها على طول للرجال والسيدات على حد سواء. اعظم شيء لو انت عايزه تحافظي على نفسك في البيت ريتينول، تمام؟ طب انا اخذ ريتينول؟ هنديك ريتينول. لا انا بسمع اسمه كثير بس صراحه ما عمري انا يعني مش كريمات الريتينول من الاشياء المميزه فيها. كريمات الريتينول من الاشياء المميزه جدا اللي بيفرق مثلا حضرتك من خليل مني انا، الجرعه، نسبه تركيز الكريم، الماده الفعاله، واستعماله هالمره في الاسبوع مرتين بس. لينا كلنا يعني احنا كلنا كده في الاستوديو نستعمل ريتينول. تحس ممكن تعتني ببشرتك؟ ليش لا، بالعكس. يعني بالعكس انا اعتبرها ترى امر واجب للجميع. بس في مرات بعض الرجال يحسوا انه كانه هو شيء بخص السيدات، عرفتي؟ لا هو زي ما في عنايه شخصيه ونظافه، انا اعتبره برضه هذا عنايه صحيه مهمه. اقول لك على حاجه، في دلوقتي حاجه اسمها الشيخوخه الوهميه، ده انا مصطلح انا يعني من خبرتي لقيته. السوشيال ميديا، انت لما بتشوف ناس فلترز كتير واديت وفوتوشوب تحس نفسك كبير، انت بتحس نفسك كبرت وانت ما كبرتش او انت ما كبرتيش. انت شايفه صوره مثاليه مش موجوده في الواقع. انا تجيلي بنات تقول لي دي حواجبها وشها مشدود، هو ده مش حقيقه. دي شيء انت دخلتي نفسك او دخلت نفسك في بؤره الشيخوخه الوهميه، تحس نفسك انت اللي بتكبر بس والناس. والله هذا موضوع حلو حنتكلم ان شاء الله فيه مستقبلا. الشيخوخه المبكره جدا او الوهميه طبعا. شكرا لك يا دكتوره ايمان.